ندى أحمد باعشن هي سيدة أعمال سعودية وبلوجر متخصصة بالفاشن والموضة والسفر. درست بكالوريوس وماجستير إدارة أعمال في ولاية بوسطن، وبعدها عملت في القطاع البنكي، ومن ثم اتجهت لمجال التجارة الحرة، وفي كل مرحلة كانت تكتسب الخبرة في مجالها إلى أن أصبح لها البزنس الخاص فيها، وبدأ مشروعها ياخذ صدى. اكبرت ندى وكبر الحلم، فتحول مشروعها من بوتيك صغير إلى 3 محلات أصبحوا منارة لكل فتاة تبحث عما هو مختلف في مجال الأزياء. ما بين الكويت وجدة والبحرين عاشت ندى سنوات تركض وراء حلمها اللي اليوم صار حقيقة. ندى متزوجة من رجل كويتي، وأثمر زواجها بوجود أحمد الله يحفظه، وهني بدأ التحدي الجديد ما بين البزنس والأسرة. ودايما ندى تقدر توقف أمام التحديات. اللي يعرف ندى راح يعرف إنها محبة للسفر، وفي كل جولة تحكي لنا قصة وطن. مع ندى تقدر تزور عدة دول وانت في مكانك، لأنها تحرص دايما على إنها تنقل لنا حضارات وثقافات فنون مختلفة، وحتى الموضة والجمال لهم نصيب. هي عاشقة للرياضة. ندى إنسانة مسالمة هادئة، لها عالمها الخاص اللي يميزها عن غيرها، محبة للحياة ودائما تبحث في داخلها عن هويتها. ندى باعشن بتكون ضيفتنا الحين في عسيف. حياة الله يا أم أحمد. شكرا مايسترو طارق على هذه الوصلة الجميلة، وشكرا للفرقة الموسيقية كلكم، يعطيكم العافية. طبعا مشرفتنا اليوم وسعيدين جدا في تواجدها الانفلونسر وسيدة الأعمال ندى باعشن أم أحمد. حياك الله، كيف حالك؟ تسلم. هلا ومرحبا فيك. مسا عليك بالخير ندى. أحمد وياك عاد ولا نايم بالبيت؟ لا نايم خلاص. يعطيك العافية، قواك الله. تسلم والله، شكرا. اليوم بدنا نتكلم عن أمور كثيرة. يمكن دخلتي عالم البزنس مثل ما يقولون بأوسع أبوابه. اليوم البزنس في المملكة ناجح بنظرك؟ والله شوف، بدأت البزنس حقي من 12 سنة. فإذا كان ناجح ما كان ناجح من يوم وليلة. هو مشروع تعب و a lot of work إنه فجأة صار إنه فين ما هو. هل هي سنة سهلة؟ ما هكذب عليكم، السنة هذه وكمان الجاية يمكن تكون أصعب من كل سنة، وهذا يعني الشاطر واللي بيشتغل واللي بيوقف اللي هيوقف على رجله هذه السنتين يعني فعلا بيأدي أكثر من ما يقدر، يعني إنه نحقق الأرقام اللي كنا نحققها زمان فعلا صارت كثير أصعب من أيام زمان. أنا فتحت البزنس حقي 2000 وتقدروا تقولوا 7،
كنت دوبي متخرجة من الجامعة في أمريكا، اشتغلت سنتين في البنك وقلت لازم كان نفسي أفتح محل ملابس كتسلاية، يعني بالنسبة لي كان أنه أشتري الملابس بالجملة أرخص ويعني كبسطة، ما توقعتها عمرها أنها تكون شيء أنه يكبر وأصير عندي محلات ملابس وأنشهر ولا شيء، هذا كان خارج عن يعني تفكيري. ففتحت محل صغير، بعت أسهمي اللي كنت أحوشها وأنا صغيرة في العيد وفتحت أول محلية، وبعدين ما شاء الله تحسن، وبعدين بعد 10 سنين في البنوك كان عندي محل قائم وبدأ يشتغل كويس ويعمل فلوس، فقلت خليني أترك وظيفتي وأكمل في هذا المجال. بس زي ما قلت لكم كانت مرة سنين، يعني أول ما فتحنا كانت السوق الأسهم طاح، فكان عندي صعوبة أنه نكمل كويس، فكان مرة حوسة أنه يعني يشتغل المحل زي ما نبغى. بعدين كمان سنتين ثلاثة، بعدين إلى ما صار شوية أقدر أقول لكم صار يقدر يكون هو دخلي، فبعد كده تركت البنوك واتجهت أكثر في هذا البزنس. وعشان أدخل فيه ما رحت قلت يلا خلاص أترك البنك وأشتغل إنه أنا أشتري بضاعة المحلي، رحت اشتغلت عند أحد عنده ديبارتمنت ستور، عنده زي مول، وأنا صرت أشتري عنده بضاعة عشان أفهم كيف يشتري الشخص بضاعة على حجم كبير، وقعدت أشتغل عند شركة خاصة يعني ملكوها أفراد. أنا عمري في حياتي ما توقعت أني أشتغل في شركة خاصة، كنت أفكر دائماً أشتغل في بنوك أو لنفسي. صحيح. وأصعب شيء تشتغلي عن الناس اللي هم أفراد يملكوا الشغلة. صح. فقعدت سنتين، إن ما أقدر أقول لكم تعلمت، رحت الصين وكل مكان. استفدت خبرة من خلال العمل هذا. طبعاً، وتبهدلت وساعات عمل طويلة، يعني الوحدة اللي تقولك أنا فتحت محل ورحت اشتريت بضاعة من باريس وكذا، طب إيش الفائدة؟ لازم تبيعيها. صح. كيف هتبيعيها؟ صح. كيف هتسعريها؟ بس بالنهاية لقيتي ثمر هذا التعب والمجهود هذا بشيء جميل، يعني ما شاء الله. صحيح. تفرحتي وصارت عندك مثلاً بوتيكات أو محلات أكثر، بس يعني ما شاء الله أنت قاعدة تتكلمين وأنا قاعدة كذي اشوف اللهجه الجداويه الحلوه كيف واضحه واضحه جدا، بس مع وضوح هذه اللهجه الا ان في ناس والسنه تقول انك انت مو سعوديه. لا لا، يعني انا ندبة عشان يعني من جده، من سكان جده، لهجتي يعني اظن اللي يعرف جده يعرف انه لهجتنا قريبه، يمكن تقدر تقول البلاد الشام يمكن شويه. فلما جيت الكويت اغلب الناس يقول انت مصريه انت لبنانيه، اقول لهم لا انا من جده، بس انه اظن الناس بس هنا ما بس الاصل الاصل احنا حضارم، يعني كل الحجاز عامه ان حضارم الاصل، بس يعني في السعوديه عامه يعني اهل جده بالذات الحجاز كلهم تجار، فهم في السعوديه من تقدر تقول اكثر من 90 سنه. أيه. فمن قبل يمكن التاسيس كمان. والوالده ايضا سعوديه؟ لا، امي من اشراف الغالب، من الغالب. ومن جده كمان. فعامة احنا في جدة كيف اقول لك، يعني مثلا بعشن، بن لادن، من محفوظ، من اكثر العوائل. صحيح. يعني تجار وكذا. ف نعم. ما برد هذا السؤال لانه هنا كثير تسأل هذا الشيء. ليش يسألون؟ انا اليوم بسأل، يمكن نورة سألتك هذا السؤال لانه تزايد. أيوة أيوة. ليش اليوم اي مشهور في السوشيال ميديا او يعني شخصية خلينا نقول معروفة في السوشيال ميديا سعودية أو تطلع من السعودية دائما يقول عن هذه مو سعودية؟ أقول لك ليش. والاتهامات ترى من داخل المملكة، يعني مو من الخارج. طبعا طبعا، لأنه المملكة فيها زي ما تعرفين أظن إذا ماني غلطانة 33 مليون. صحيح. والثلاثة من 33 مليون مو كلنا عايشين زي بعض. وكثير من الناس في السوشيال ميديا كمان عشان يكونوا عايشين في السعودية عشان يكسبوا جمهور كويس أحيانا يقدر يقولوا أنه أنا سعودية عشان أنه يعني كيف أقول لك أنه يكسبوا جمهور قوي. صحيح. شيء ثاني أنه لما في ناس سعوديين يشوفوا شخص ما هو زيهم أحيانا يمكن يقول هذه مو زينا، هذه مو سعودية أكيد. لا، بس إحنا كثار كل واحدة يعني تعيش طريقة يعني بالثقافة نوعا ما شوية مختلفة، فاللبس يكون مختلف، فتقولك على طول أنه من منظرها هذه لا ما هي سعودية. لا. عشان تلبس عشان التفتح أيضا، تفتح عشان ندى أنت في وايد ألسنة وفي وايد كلام مثيرة للجدل نوعا ما، وسويتي أمور يمكن أثارت الجدل أيضا بالسوشيال ميديا وتحديدا حفل زفافك راح نتكلم عنه، لكن من بعد هالتقرير. أكيد أكيد. انتشار صور حفل زفاف سيدة الأعمال السعودية ندى باعشن أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. البعض وصف الزواج بالزفاف الأسطوري، وبدت الأقاويل واكثرت الإشاعات حول هذا الزفاف، وانهالت التعليقات على الصور المتداولة،
فانقسم المتابعين ما بين مبارك للحفل وآخرين علقوا بالنقد اللاذع تحت شعار زواج الفاشينيستا السعودية ندبة عشن التي تبلغ من العمر 40 سنة على ملياردير خليجي يبلغ عمره 29 في دبي. السؤال: ليش اكثرت الأقاويل والتعليقات حول زفافتش يا ندبة عشن؟ شفنا معك التقرير وفي اقاويل، ما ادري احنا نبي تقول لنا هل التقرير والاقاويل اللي انذكرت فيه صحيحه ولا لا. اقول لكم شيء يضحك، انه انا انشهرت عندكم في الكويت من فرحي. واقدر اقول لكم شيء كمان يضحك اكثر، عمركم سمعتوا لما يقولوا لكم good any publicity is good publicity، انه اي دعايه مفيده؟ صحيح. شايفين ان فرحي هذه الصور كلها، انا ما كنت على السوشيال ميديا اصلا، انا ما كنت شخصيه مشهوره في السوشيال ميديا، ما كان عندي حساب مفتوح، كنت إنسانة بتزوج كويتي. العمري عشان كثير ناس يسألوني، أنا 36 سنة وزوجي عمره 38 سنة، فهو أكبر مني. إذا كلكم بتسألوني مين أكبر، هو أكبر، هو 81 أنا 83. شو المشكلة لما سعودية تتزوج كويتي؟ ما في مشكلة، بيننا نسب. ما بالعكس، يعني أصلا إحنا يعني خليجنا واحد. ما هو شنو الجدل صار على مو على الجنسية، تكلم يمكن على العمر. لا هو مو العمر، فهم بشكل خاطئ. أنا تزوجت عمري 32 سنة. ما أقول لكم أنه كنت صغيرة، بس ما كمان فاتني القطر يعني. صح. بس اللي بقوله أنه عامة أنتوا يعني إحنا في الكويت وفي السعودية هالأيام أي فرح يصير تنتشر كثير صوره. مو أي فرح يصير، أي فرح يصير فيه بذخ. أنا والله فرحي ترى لو تشوفي سعره ما كان البذخ اللي أنا بشوفه هنا. هو السعر، هو الناس لها الظاهر ندى وتشوف إنه ما شاء الله شنو سوية، شنو حاطة، شلون اتخلط، شنو الزفة، شنو التوزيعات، وأنت عارفة يعني تفاصيل الزفاف والفرح. صور فرحي إحنا اديناها العود، tefuud.com، إحنا اديناها لأنه صديقتي زينب عبد الرزاق هي في عود، فقالت لي ممكن أنا I cover your wedding، قلت لها تفضلي. بس أنا شفت يعني أنا فرحي بالنسبة لي أنا زي فرح كل اللي حواليا، ما حسيت إني أنا جدا مختلفة. أنا من جدة، تزوجت كويتي، فما كنا نبي نعمل فرح. زوجك أيضا رجل أعمال عنده؟ زوجي اشتغل هنا في الكويت. هنا لا موظف، ما هو ملياردير ولا أنا مليارديرة. لنوضح هذا الموضوع عشان نوضحه مرة ثانية. صحيح. احنا الاثنين أشخاص في بداية حياتنا بنشتغل، عندنا بزنس، أنا عندي بزنس وبشتغل هنا، فناس جدا بسطة عندي، كان زي أي بنت كنت أتمنى فرح حلو. كل اللي حوالي تقريبا احنا من جدة، فقلت لكم انه انا من الجدة هو من الكويت. نعم. فنقينا بلد في الوسط اللي هي دبي انه نتزوج فيها. انا شخص احب انه والدي واهلي يكونوا مشاركيني فرحتي، فالفرح كان مختلط يعني، وهذا شيء دارج عندنا في كثير من يعني من الوسط اللي انا فيه على الاقل. نعم. فكانت يوم حلو وفرحة. بس يقولون شرطتي شرط. شنو؟ أن يكون عندك بيت على البحر. يا ريت، فين البيت؟ يمكن لو يرجع يمكن كان مفروض أشرط ده الشرط. لا ما لا أشرط ولا شيء. أنا أصلا أقول الواحدة لما تخش زواج لا مفروض ما تشرط أي شيء، لأنه أحس الواحد يدخل كده بنية صافية ومن دون شروط. أحس يعني الشهرة اللي صارت لهذا الفرح، هل تعتقدين أن هذه شهرة إيجابية؟ إيجابية طبعا فيها؟ أقول لكم ليش إيجابية. أنا كنت وقتها السوق عندنا كثير فيه هدوء، ودحين دي الأيام زي ما أنتوا عارفين عشان تجيبي إنفلونسر أو أي شخص بتعملي له دعاية يقول لك 2000 دينار، 20,000 ريال، 15,000، عشان دعاية يجيكي نص ساعة، ومو أكيد يجيكي منها رجل أو بيع. صحيح. صح ولا لا؟ صح. يعني أنا منهم الآن فأعرف الأسعار، فقعدت أقول خليني أنا أعمل دعاية المحلي. هذه كانت فكرتي، أني أنا أطلع في السوشيال ميديا، أني أنا أزيد مبيعات شغلي، أني أنا أتكلم على البزنس. ولو تلاحظوا اول ما بدات كنت دائما اروح اشوف بزنس وومن سعوديات واقعد اقول لهم يتكلموا على البزنس حقهم في الانستغرام حقي، كنت اروح لاشخاص غيري يتكلموا عن البزنس. خوش فكره. وفعلا كنت اسوي كذا كل اسبوع على الانستغرام حقي، كل ما اروح جده الاقي واحده عندها محل رياضه، عندها نعمل هذا. كان شفتوا حلقتكم معايا؟ نعم. انا اعملها على انستغرام. وفي نفس الوقت اتكلم كثير عن المراه العامله وتحفيز المراه العامله السعوديه، وكيف انه الوحده لازم يكون عندها دخلها الخاص وكيانها، وأنها لازم يكون عندها استقلال مادي، لأنه المرأة أهم شيء في حياتها أن يكون عندها استقلال مادي. صح. فأنا في نظري الشيء ده جاء صدفة، بس جاء إيجابي بالنسبة لي أنه جاني متابعين، وإذا حبز لشيء صح وكويس وساعدني في شغلي أنه ليش لا. بس أهم شيء أني أخذه بطريقة ويكون عندي مسؤولية عشان لا تحتاج أنا الرجل. لا تكوني مستقلة. أنا لما أقوله بكون عندي استقلال مادي أحبه يكون لنفسي، بس ما لها دخل بالرجل. يعني قوة المرأة إذا كان عندها استقلال مادي
المادة الآن قوة باور تديها قوة، لأنه إذا لا قدر الله صار شيء في حياتها يوم من الأيام، سواء كان شيء طلاق أو غير طلاق، مرض أو أي شيء صار في حياتك، أنت تقدري تقومي على رجلك. أما أنت قاعدة طول عمرك وراء أبوك أو زوجك كيف؟ نعم يعني ما ينفع، بالذات في الزمن ده الدنيا صارت صعبة وغليت. اللي تقول لك أنا قاعد على راتب زوجي ما يكفي إلا إذا زوجها وارث. هلا طاري غليت، شلون محلاتك غالية ولا؟ صراحة شوف أنا يقولوا عني غالية بس حسب المنطقة. بالكويت يقولوا عني غالية، في جدة اعتبر وسط. أنا محلي ما يعتبر هاي أند، يعتبر ميد، يعني تقدر تقوله من 40 دينار ل 200 دينار. انا احس مو بطال، انا اتوقع لا بهالوقت ومع الاسعار اللي احنا قاعد نشوفها انا اشوفها بالفعل بالمتوسط، بس مع الوضع الاقتصادي برضو الناس تشتكي عشان نكون واقعيين. يعني ايوه زين. انت يمكن قاعد نتكلم ايضا عن الزفاف وشينا بنرجع، لان صار وايد في اشاعات وانت قاعد توضحين امور كثيره، وايد ناس ايضا تكلموا عن فستانك. أيوة. وحطوا اسعار وهميه وحطوا، فنبي نتكلم عن هذا الجانب بعد عشان نوضح حق الناس اللي تعبت وهي تفكر. انت سالتيني قبل كده انه انت ايش اصلك صح؟ قلت لك احنا اصلا حضارم، واذا تعرفي شان الحضارم احنا شاطرين في الفلوس والمناكفه على الاسعار وعندنا عقل في الصرف. فانا ماني وحدها اروح اشتري فستان ب 40,000 دينار حق ليلة. ابدا مستحيل. سعر فستاني كان بسيط، هو انا اصلا بالنسبه لي انك انت تشتري شيء حلو مو ضروري يكون هو من ماركة. رحت اشتريته من مصمم في لبنان، سعره كان كويس ومناسب. يعني انا ماني من انا ماني بزيخه، انا احب اعيش كويس. انا ده تحبي احد يسال اسعار شويه يعني مو حلوه يعني، لانه اللي يكون مثلا بالنسبه لي سعره كويس يمكن ما هيشوفوه، يمكن انه انا ما احب اتكلم في الفلوس، بس ما كان غالي. عليك بالعافيه صدقيني. يزهى فيك ما تزهين فيه. تسلمي. هو اللي ما شاء الله عليك يعني يعني طلعتي فيه بصوره ملكيه جميله جدا يعني، وايد راقيه ودربه. وايضا نبي نتكلم حتى بعد شوي، يمكن احنا قاعد نشوف بما انها انفلونسر وانت قاعد تقول انا بالسوق موجوده، أمور البذخ اللي قاعد تصير والتقليد الأعمى، هل أنت معه أو ضد؟ يعني خصوصا أن أنت في هالمجال، في مجال أيضا للدراسات والأمور هذه. لسه اليوم على إنستغرامي لو كنت بتشوفوا اليوم كنت بتكلم من أسبوع واليوم كمان. شوفي أنا لما أروح ألاقي جاكيت عجبني $4,000 وأقول لك هذا جاكيت مرة حلو اشتريه، لأنه هذا قطعة استثمار. قطعة استثمار لمين؟ لوحدة عندها ملايين، هذا أنا ضده. أقعد أوري الإرمازات حقتي، لو تلاحظي حسابي ما في ولا شيء تاجد ماركة شانيل، ما عندي دا الشيء. وإذا ألبس شيء حلو مو ضروري نعمله إنه هو من فين. صحيح. أنا أقدر ألبس من زارة وبكرة ألبس من أغلى ماركة، بس أنا شخصيتي ما هي كده. وبعدين أنت لو عندك مثلا 200,000 موت، أنا عندي 189,000، مو حتى الرقم خطير يعني. لو أنا أصير الشخصية دي لأقعد أوري أنا إيش عندي، أنا الحمد لله اللي متابعيني عندهم خير، وفي اللي ما عندهم خير. نعم. فلما انا اقعد اوريهم انه شنطتي ب $4,000 او جزمتي بدا السعر مو حلو. نعم. تضايقي الناس. انا فانت ضد؟ طبعا ضد. لا. انا احس لو بتسوي شيء على السوشيال ميديا تتكلمي على ملابس، تكلمي على ملابس بس مو ضروري تتكلمي على الاسعار. واذا تبي اذا انت ملابسك غاليه اعملي فقره ان كيف تقدري تشتري اشياء ارخص بنفس السعر. نعم. كلامك يعني ندى جدا جميل ومثالي، يعني حرام يعني. لكن اذا بغينا نقيس هذا الكلام باللي قاعد نشوفه بالواقع من مشاهير السوشيال ميديا، نشوفهم شلون يعرضون ويتباهون بممتلكاتهم. ليش تظن؟ يعني شوف أنا الحمد لله طول عمري بنت خير، ما أحتاج أقعد أوري إن أنا إيش اشتريت وأنا إيش لابسة. شنو تعليقك على هذيلي؟ أنا ما أحب أعمم عن أحد أقول شيء. يعني تقدرين يعني أنا أستشف من كلامك كأنش تقولين إنهم حديثين نعمة؟ ما أعرف أنت إيش تظني؟ يعني أنا ما أحب أعمم، يعني الواحد يعني انا مالي دخل في غيري، انا جايه اقول عن نفسي انه انا دبلوماسيه في الردود. لا دبلوماسيه، لانه انا لو اقول شيء غلط هيروح يقولوا هذه قالت عنا انا. يعني لا مو غلط، هذا واقع صار دكتور. واساسا يعني حتى لو تروحين المحكمه اسباب الطلاق اكثرت، يعني قصدي الطلاق كثر وسبب تقريبا واحد كلها بسبب السوشيال ميديا غالبا، مو كل يعني حالات الطلاق يقارنون حياتهم بحياتهم. بس هذه شويه كمان فيها تفاهه يعني. مع كل احترامي تقارني حياتك بصوره ما هو هيلثي، هذا يعني انت عندك مشكله انك بتقارني حياتك بشخص ما تعرفيه. هذا كمان انه يعني يبغى لها اراده. يعني ايش اللي انا اشوف واحده عندها حياه فظيعه بعد اسبوعين تلاقيها اتطلقت، من سنه عملت ان هي حياتها الزوجيه خطيره بعد 6 شهور تلاقيها فجاه اتطلقت. طب كيف كنت بتعملي نصايح زوجيه؟ يعني اللي بحاول اقول لك اياه
السوشيال ميديا ما هو واقع حياة صح. مو كل أحد بيقول لك إنه أنا عايش كده، يعني هو عايش عالم مخفي. تلاقيهم بيستلفوا ملابس وبياخذوا سفرات ببلاش وأوتيلات ببلاش وجزم ببلاش وبيستلفوا ملابس من شركات دعاية عشان يلبسوها ويتصوروا ويرجعوها. هذا واقع السوشيال ميديا ترى. مو كل أحد يعني في السوشيال ميديا غني. حتى لو بتعمل ألف دعاية ترى الدعاية بكم؟ المعلومة اللي قاعد تقولينها كم بالمية من الشعوب تفهمها؟ يمكن ما يعني شوف السوشيال ميديا بزنس مرة جديد، مرة جديد صار له أقل من كم let's say 8 سنين 9 سنين فمرة جديد يعني. فالناس يطالعوا فيك أنها هي غنية ترى. كله لبس كله منهم من البلوجرز أو الفاشنستات تتابعينها وتعجبك؟ بصراحة أنا ما تابع أحد، لأنه أنا أقول لك شيء بصراحة، أنا كمان إنسانة أشتغل، فأنا عندي عمل. أنت سألتني اليوم قبل ما نبدأ إيش مسلسل تتفرجي، سألتني عن ممثلة كلكم تعرفوها إلا أنا. أنا ما أتفرج تلفزيون، أنا طول الوقت أشتغل وبحاول أبني شيء لنفسي. ومن فترة كنت في البحرين، كان عندي سبيتش في البحرين مع الشيخة هند الخليفة على المرأة العاملة وإمباورمن، نتكلم عن تحفيز المرأة. فكنت قاعدة أقول جوني بنات نبي نصير إنفلونسر، نبي نصير إنفلونسر. قلت لها روحي أدرسي، خلصي جامعة، اشتغلي، أعملي شيء لنفسك، بعدين لما يكون عندك شيء تقدميه وتفيديه ابدأ افتحي اكاونتك بابليك وتكلمي عنه. بس انك انت تصيري انفلونسر وتعملي دعايات، ايش محور ايش ايش هتضيفيه؟ تشتغل كل حاجه على قولتك. كل حاجه ايه؟ لا ما ينفعش. لا يعني لما بقول لك يا يعني انا ما جاهد الشيء كده في يوم وليله وممكن ابقى اصير انفلونسر خلاص. اللي بقول لك يا انه مو كل شيء بيصير في السوشيال ميديا كويس، بس كمان مو كل شيء بطال. نعم. يعني في اشياء حلوه بتصير وفي اشياء لا. يعني في ناس بيستخدموا بعدين السوشيال ميديا مو بس فاشينيستات، انا هذه النقطه ابغى اتكلم فيها. في طب سيدة أعمال، في دكاترة، في صار إنستغرام دعاية لكل أحد عنده بزنس. نعم. فأنا بالنسبة لي أعتبر نفسي بزنس أونر، وفي نفس الوقت صار عندي هو توجهات بالنهاية توجهات، وأنت مخير تتابع منه وتقلد منه. ولكن ساعات المشكلة دكتور يصير غسيل مخ. صحيح. خصوصا حق الأعمار التنيجر هذول الصغار يتأثرون يعني ويطلبون. لو عندهم ثقافة جوتشي وعمره 12 سنة تقول لي أمي بشتري جوتشي وعمره 12 سنة صار 20 نشأت تشتري. أحلام البنات الصغار دكتور صارت حق فارس أحلامهم تغيرت. يبون غني عشان يسفرها وطيارة خاصة. بس أقول لك شيء بصراحة، هذه كمان لها دخل بالترباية في البيت. صحيح. أنا تربيت في وسط الحمد لله، يعني أنا تربيت من أهل يعني الحمد لله عشت مرة حياة كويسة، يعني مدارس خاصة وسفر وكله. هل أنا شوفي أنا اللي أقدر أشتري دي الأشياء؟ هل شفتيني 24 ساعة قاعدة؟ لا. صح. ليه؟ من وانا عمري رجعت من الجامعه ابوي قص الكريدت كارد قال اشتغل. الاجيال تختلف ندى. اشتغلت. صحيح. الاجيال الجيل يختلف. الجيل يشتغل بس والله التربايه كمان، التربايه في البيت انت حسب ما انت كيف حياتك العامه. لو انت امك بطريقه معينه مربيتك كمان ليها او ابوك. اليوم احمد ايش كثر ما اخذ من وقتك؟ والله كثير، بس برضو اسافر كثير يعني يعني اخذ كل وقتي، وفي نفس الوقت اتمنى يشوف فيا ام قويه اشتغل. ابى يصير كذا حرك ونار يشتغل وعنده حط لك خط بنقل كل ثقافتك مثلا واسلوبك لاحمد انه ودك يصير مثلك. مين قال لك؟ طبعا هيشتغل معي من اول ما يقدر يوقف على رجله. بالمحل انا ما عندي دلع، انا موضوع الدلع ما احبه ترى. انا ايام زمان وانا صغيره في تاجر ملابس السعوديه مره مشهور، هو يوقف دائما على محله من واحنا صغار في العيد نروح نشتري نلاقيه واقف. وانا دي الشخصيه دحين تخيل. يعني اوقفت كل مره مع زبائني وما محلي، ما عمري احس انه انا مشهوره. مش مشهوره ايه؟ 189 الف على انستغرام. الواحد لازم يداري حلاله يعني في النهايه. مين؟ طبعا الواحد لازم يداري حلاله. والواحد دائما كل ما يكون بسيط وعنده هامبلنس اللي هي يعني يكبر، مو ضروري. ما احب البزخ الزايد. جميل. ندى الآن نشاهد في المملكة هيئة الترفيه والفعاليات والتطور الباهر في المملكة، ويمكن لاقي استحسان كبير من أهالي المملكة بخطوات سريعة. اليوم تشوفين هذه الخطوات في المملكة إيجابية؟ طبعا مرة إيجابية ومرة مبسوطة. وأظن السعودي دي الأيام صار يقدر يقول أكثر بكل فخر أكثر أنه هو سعودي أكثر من كتر ما إحنا فرحانين باللي بيصير. وصراحة يعني لكن ما تشوف إنها خطوات جدا سريعة؟ لا، لأنه أنا عمري ما أنسى مرة مقابلة نسيت إيش اسمها، كانت في CNN وقلت لك أظن عليها قبل. قالت إنه السعودية بتتفتح على سنيل سبيس، يعني على حل على إنه بتتفتح على مشية الحلزون. مشية الحلزون. نعم.
افتكر مره سمعتها وكنت ضايقت. هذا الكلام كان من يمكن 6 سنين، كانت هي جايه تعمل انترفيو في السعوديه هذه من CNN. فاذا احنا كنا على حلزون ورحنا فاست بيس، صح بالعكس، احنا اللي بيصير الان يعني خادم الحرمين وسمو ولي العهد، يعني بصراحه شيء فخر لينا كسعوديين ومبسوطين. وبعدين اصلا السعوديه 70% من 16 ل 25 صحيح. جيل جديد صاعد، واحنا تاخرنا يمكن. بالعكس انا اشوف انه انتم انتم فرحانين انه احنا تقدر نرجع عندنا الحين. بالعكس شنو اهم شيء حسيتوا فيه تغيير في المملكه؟ بغض النظر عن بعض الحفلات اللي أوكي. فيها، احنا نتكلم عن الثقافه الان والحياه في المملكه. المراه تقدر تسافر من دون اي اذن من ولي امر، هذا شيء جدا مهم. طبعا المطاعم، الكافيهات، المطاعم والكافيهات صارت كلها متفتحه، كل شيء صار عندك خيار. هي من بدايه قياده المراه وهم حلوا مشكله كبيره جدا ترى، يعني صحيح. قياده المراه حلت مشاكل كثيره. اي بالضبط، لانه اول شيء كيف كانت تقدر توصل لشغله؟ السواق كان يكلف اكثر من نسبه المصروف، السواق يكلف اكثر صحيح. من صحيح. نص راتبها. بالعكس امور كثيره تحسنت، هذه بس ابسط الامور اللي قاعده. وانا اشوف اصلا الامراه تسوق هي سيارتها امن من يكون واحد غريب بالضبط. ايوه، ودحين تقدروا تزورونا في السعوديه في جده والرياض، عندنا احلى. يعني انت دحين تقدر تقول لي تقدر تجي الرياض وحضرتك تجي جده فور ذا ويكند، انه تجوا تلاقوا عندنا احلى بروجرام. عليكم بالعافيه، وخطوات سريعه ايجابيه جدا صراحه لصالح المملكه العربيه السعوديه، وجميله جدا. وفعلا ايضا من الناحيه الماديه والتسويقيه، وصارت فيها سياحة أكثر. أيوة. وإحنا دائما 20 دقيقة جيك وجدة غير معي. والحين الرياض تنافس جدة. طبعا شو ما نقدر نقول، كل أقول لكم شيء، كل مدينة لها طابع حلو. نعم. يعني جدة على البحر مختلفة، الرياض فيها أشياء مختلفة حلوة، كل شيء بيصير. اليوم صاحبتي رسلتني مسج، فتحت لقيت فيزا طلعتها في 20 دقيقة. شيء ثاني بيصير في السعودية. جميل. أكثر من 30 دولة الآن تقدر تقدم فيزا أونلاين، 20 minutes تجيك الفيزا. فتحنا السياحة صحيح، يعني شيء حلو. احنا دائما نسمع قبل جده غير، ما زالت غير. انت ايش رايك؟ غير جده، جده جميله وقريبه على قلبي. وتعرف شيء كمان، لما نقلت الكويت عشان زوجي كويتي، صرت يعني زمان كنت اقعد اسافر واروح واترك، صارت كمان عزيزه علي اكثر. يعني جده فعلا حبيبه وقريبه على القلب. تواجدك معنا بعد جميل وغير، وصححتي بعض المعلومات او الاشاعات اللي يتداولونها في السوشيال ميديا. شكرا لحضورك معنا وتواجدك الجميل واللهجه الجميله اللي اضافت لي نكهه حلوه في عسيف. فنعرفكم على اللهجه الحجازيه. احنا اكيد سامعينها طبعا. سامعينها طبعا كويس. اكيد مو غريبين عن اهل المملكه وكل المدن هناك. كل التوفيق لك. تسلم، شكرا. الله يتمم عليك هذه الزيجه، ونشوف احمد ان شاء الله معرس باذن الله، وانت تزوجينه. لا ما بزوجه لسه. لا ان شاء الله. بدري بدري بدري. الله يتمم عليكم ان شاء الله ووفقك يا رب. ونتمنى نشوف كل السيدات في المملكه وفي الكويت ينتهجون هذا النهج وهذه الثقافه الواضحه وخطوات الثابته، سواء في العمل في عمل السوشيال ميديا او ايضا في موضوع البزنس. صح، العمل التجاري، وهذا شيء ايجابي صراحه. المفروض يا ريت يعني. ان شاء الله. كل الشكر لك. تسلم. شكرا لك، شكرا لتواجدك معنا. استمتعنا اليوم في الحلقه، واتمنى انكم استمتعتوا اكيد معنا. شكرا للمتابعه، نلقاكم باكر. عندنا فقره. أبي حسيت الوقت طار. عندنا فقرة. شكرا لك يا واجب، راح نشوف الزميلة أسرع عندها فقرة ونرجع لكم.